السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا إذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ليكزيرسيس 4 من الدرس ديالنا ديال السيري ديال لوغ دون ار. دونك في هذا الدرس هذا شفنا لي 3 ليكزيرسيس الاولين. دابا هذا ليكزيرسيس 4. دونك ليكزيرسيس 4 عطاونا اكس و واي بحال هكا وقال لك اونكادري. دونك اونكادري هذا هو السؤال. اونكادري اكس بلس واي. اونكادري اكس بلس واي ou x moins y ou x elle est y x me droit y ou x elle est y. Donc il y a 9 zéro les encadrants. Nous devons x fois y ou x sur y ou x au carré plus y au carré sur x plus y. Très bien. شنو غادي نديرو دابا هنا في هاد السؤال هذا؟ نبداو باللولى، نبداو بإكس بلس إيكغ، نبداو بلونكادرومون ديال إكس بلس إيكغ. شنو غادي نديرو؟ لونكادرومون ديال إكس بلس إيكغ تخي تخي سامبل. شفنا في الإعدادي، دونك عندنا أون عندنا إكس كومبخي أونتخ موان دو أو موان تخوا، وعندنا إيكغ محصور ما بين كاتر أو أن. دونك كيفاش كنديرو الانكادريو اكس بلس واي؟ كنجمعو طرف بطرف. دونك اكس بلس واي غادي هنا الطرف غادي نديرو الطرف الاول ديال اكس موان دو بلس الطرف الثاني ديال واي بلس كاف. بالنسبة للصوم كنجمعو طرف بطرف وموان تخوا بلس ان. غتعطيني هادي موان دو وهادي الطرف الثاني غادي تعطيني دو. إذن غادي نكون لقيت لونكادرومون هو هذا. دونك اكس بلس واي كومبخي اونتخ موان دو اي دو. Voilà, هذا هو لونكادرومون بالنسبة لـ x بلس y. دونك غادي نسجلهم هنا حيت ربما غادي نحتاجوهم. دونك لونكادرومون الأول اللي لقيت حيت ربما غادي نحتاجهم، لقيت x بلس y بلس y ما بين 2 أو موان 2، ولقيت كذلك. دونك تخي بيان. دونك هادي بالنسبة للولى. نشوفو التاني إكس موان إيكغ. ألوغ فاش غيكون لا ديفيرونس؟ ما كنديرش طرف بطرف، لا ديفيرونس ما فيهاش طرف بطرف. شنو كندير؟ كنأونكادري أولا موان إيكغ وعاد كنجمعها مع إكس. دونك هادي كنكتب، دونك كنخلي إكس كيف ما هي، إكس ما بين موان دو أو تخو أو موان تخوا. ولكن y كندرا في موان، كنرجع كنأونكادري موان y، كندرا في موان زان. إذا ضربتي في موان زان عارفين في الدرس كنقلبو الأطراف، إذا هذا نقلبو الترتيب نقلبو لوطخ. ألوغ أن كنضربوها في موان زان ونحطوها في الطرف الثاني، و كاتر كنضربوها في موان زان ونحطوها في الطرف الأول. إذا ولات موان y ما بين موان كاتر و موان زان. وعاد كنجمعهم، كنكتب دونك عاد غادي نجمع x بلوس موان y. يعني ما عندناش التأطير ديال موان ديال x موان y ما كاينش. ندير الضو البال اكس موان y في التأطير ما كاينش ديريكتومون. هادي خصك ضروري تدير اكس تدير موان y وعاد تجمعها مع اكس. اذا دابا غنجمع طرف بطرف. غادي نجمع ماشي غادي ندير الفرق، غادي ندير موان 2 بلس موان ز، وفي الطرف الاول غادي ندير موان 3 بلس موان 4. اذا شنو غادي يعطيني في الطرف الاول؟ غادي يعطيني موان 7، وهنا يعطيني بلس موان هي موان y. دونك عطيني موان 7 موان y وهنا موان 3. إذا هذا هو لونكادرومون ديال x موان y. دونك بالنسبة ل x موان y نسجلو عاوتاني لونكادرومون x موان y اللي لقينا حيت ربما غادي نحتاجو. دونك هنا عطيني موان 3 وهنا عطاتني موان 7. دائما في لونكادرومون الله يرضى عليكم حاولوا فاش تسالوا لونكادرومون شوفوا واش هاد لي بون صحاح، واش ممكن تكون هنا موان 3 وهنا موان 7، حيت بارفوا راهي من هنا تقدر تكتشف الخطأ ديالك اللي درتي. دونك هنا موان 3 موان 7 ممكن يكونوا مزيان. اذا غادي نمسح لونكادرومون ديال اكس موان y. غادي نشوف مانتنون لونكادرومون ديال اكس فوا y. اكس فوا y نفس الشيء. دونك الا كان اكس فوا y خصني الا كانوا واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، دونك هنا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، خاصني حتى يكونوا بجوجهم بوزيتيف او بجوجهم نيجاتيف. ولكن تما خصني نقلب خصني ندير واحد العملية. إذا من الأحسن تيكونو بجوجهم بوزيتيف. دونك هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. دونك غادي نكتب أون إكس أونتخ
moins 2 et moins 3, y entre 4 et 1. Donc, 1 positif, 1 négatif, y positif ou x négatif. Et là, négatif, c'est le moins. Il y a un moins 1. Alors, on va les 3 là, on va faire l'atraf, ou 2 va les faire l'autre. 2 là. Et y, mais bien 4 ou moins 1. D'aïm al-qa'ida, 4 ou 1 par 1. D'aïm al-qa'ida, il a pris encadrer x fois y. Donc, il a pris encadrer x fois y. Ce qu'on a positif, ou a positif. Donc, il a aucun moyen de faire négatif. Maintenant, il a quand x négatif, ou un y positif. خاصك ماشي تعاود اكس ماشي تكونكادري اكس اونكادري موان اكس تضرب في الموان اكس تضربها في موان عاد دير برودوي. اذا هنا شنو غادي ندير؟ عاد غادي نضرب تيرم ا تيرم بالنسبه للبرودوي كنضرب تيرم ا تيرم موان اكس مضروبه في اي طرف هنا 3 مضروبه في 4 الطرف الاول 2 مضروبه في 1 عطينا 2 هنا عطينا موان اكس y هنا عطينا 12 وعاد في الاخر نحيد هذا الموان نضرب في موان ز الا نضرب في موان ز غتولي هنا موان 2 في الطرف الثاني هنا في موان ز غتولي موان 12 خصني نقلب الاطراف لان اكس واي هي هذه دونك غادي نسجل حتى هذا لونكادرمون هذا ديال اكس فوا y x fois y, donc il y a entre moins 2 et moins 12. Alors, il y a x y, ça va mettre moins 12 ou moins 2. On a l'encadrement de x fois y. Maintenant, je fais x sur y. X sur y. خاصنا الا كان اكس نيجاتيف رجع بوزيتيف حنا هاد لو طرافا هذا غادي تعاودي تكتب اكس سوغ ايغريك وخاصنا ايغريك ناثروا المقلوب ديالها ناثروا ان سوغ ايغريك عاد نضربوا الضرب يعني القسمه ما كايناش الا بغيتي اونكادري اكس سوغ ايغريك خاصك ترجع بحال هذا الشكل اكس مضروبه في ان سوغ ايغريك اذا التاثير ديال القسمه ما كنقسموش طرف بطرف اتونسيون اتونسيون راه ما كنقسموش طرف بطرف خصك ضروري حتى تونكادري ان سوغ y وعاد تضربها في x يعني x سوغ y هو x مضروب في 1 على y اذا الا بغيتي تاثر x على y خصك تاثر 1 على y وعاد تضربها في x داكشي اللي غادي نديرو هنا اذا y عندنا هي هذه غنأثرو 1 على y غنأثرو ان سوغ y وبالتالي الا درنا المقلوب حتى الاطراف غادي نديرو ليهم المقلوب غير هو غنقلبو الترتيب غادي ندير ان سوغ ان هنا وغادي ندير ان سوغ 4 في الطرف هذا وعاد من بعد نضرب طرف بطرف اذا غادي ندير موان اكس مضروبه في 1 سوغ y وهنا غادي نضرب 3 فوا 1 وفي الطرف الاول غادي نضرب 2 فوا 1 سوغ 4 اذا غادي يعطيني موان اكس سوغ y اونتر هنا 3 وهنا 2 سوغ 4 اللي هي اكس سوغ y اولا دونك دابا نحيد الموان شنو كيفاش غادي ندير نحيد الموان غادي نضرب في الموان في الاطراف جوج يعني غتولي موان 3 نقلبوا الاطراف يرجع على هنا وهذا 1 سوغ 2 غيتولي الجهه الاخرى غتولي موان 1 سوغ 2 اذا هكا كنلقاو التاثير ديال اكس سوغ y هذا هو التاثير ديال اكس سوغ y اذا اكس سوغ y في هذه الحاله هذه هو هذا حصل ما بين موان 1 سوغ 2 au moins 3. On a le tatir de x moins y. X sur y. Maintenant, une autre question. On a l'encadrement. Maintenant, on a l'encadrement de x. L'encadrement, je suis à faire là. On a de x au carré. Plus y au carré sur x plus y. Là, grâce à encadrer x au carré plus y au carré, encadrer mon club de x plus y, ou un duro da. Il y a des emails cassés, mais quand on se mange taraf b taraf, il y a des types de hala kamatalan, ksanti x et y, hala mital hada, matalan عندك x, matalan chimital a, matalan عندك ma bien 5 ou 3, ou عندك y ma bien 7 ou 1, hada mital.
وقسمتي اكس على اي، وقسمتي الطرف هذا 5 على 7، قسمتي الطرف هذا على هذا وهذا على هذا، وثلاثة على واحد. هذه خاطئة، هذه خاطئة. وممكن ناخذوها ونبينوها بشي مثال علاش خاطئة، علاش ما يمكنش نديرو طرف بطرف. مثلا ممكن يكون عندك، مثلا خذوا اكس هو جوج، ناخذوا ايكغيك هو واحد، او لا ايكغيك هو جوج. واضح؟ اذا لاحظوا باش نبينوا علاش خاطئه. هناخذوا مثلا هنا اكس صغر من 3، صحيح ولا ما صحيحش؟ الا خدينا اكس هو 2 صغر من 3 وكبر من 1، وناخذوا ايكغيك مثلا صغر من 5، وانا مثلا 1. الا خديتي واحد جوج اعداد بحال هكا، ناخذ مثلا اكس هو 2 واي هو 2. الا خديتي اكس هو 2 واي هو 2، اكس على واي نورمالمون غتكون 1، حيت اكس على واي 2 على 2 هي 1. اذا اكس على واي هي 2 سيغ 2 اللي هي 1. ولكن الا رجعتي هنا ودرتي اكس مقسوم على واي ودرتي طرف بطرف، يعني اكس مقسوم على واي، هنا درتي 3 على 5، هنا درتي 1 على 1، اصلا غطيك خط، غطيك 1 على 1 هو 1، وصغر من هنا 3 على 5 امبوسيبل، 3 على 5 اكبر من راه صغر من 1. هنا درتي 1 صغر من 3 على 5، 1 راه ماشي صغر من 3 على 5. ثانيا اكس ايكغيك راه هنا درتي قطعان، اولا هنا درتي مثلا قطعان من قطعان، هنا درتي ستريك، اولا درتي او ايكال، وهنا هذا راه ما كي يعني اكس لا ايكغيك صغر من 3 على 5، وهذا الشيء ما يمكنش. اكس ايكغيك انتم كتشوفوا 1، يعني بصفة عامة نظريتهم بقاو عاقلين بأن فاش كيكون الكسر ما كنقسموش طرف بطرف، خصك ضروري دير المقلوب عاد ترجع الضرب، يعني تطبق القاعدة إكس على إيكغيك هي إكس واحد على إيكغيك. غوفونون دابا للسؤال ديالنا، إلا بغينا نكادريو إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري على إكس بلس إيكغيك، هذا آخر أنكادرومون، شنو خاصنا نديرو؟ دونك هنا غادي نرفع إكس أو كاري هي الأولى. نرفعتي او كاري وكان الاطراف نيجاتيف تتبدل الاطراف، تيولي موان 3 او كاري هي اللي هنا وموان 2 او كاري هي اللي هنا. تي الا ما بدلتيش اصلا غتلقى واحد التناقض، ما يمكنش يكون 9 هنا و4 هنا، الا ما بدلتيش غتلقى 4 هنا و9 هنا، في هذه الحاله لقينا 4 هنا و9 هنا صحيح. اي ايغريك او كاري نرفع او كاري غادي يعطينا 4 او كاري، غيعطينا 1 او كاري اللي هي 1، وهنا ايكغيك او كاري، وهنا 16. ونديرو المجموع، دونك اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري غادي نكون لقيناها ما بين 9 زائد 16 و 4 زائد 1، يعني اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري مساوي ما بين 25 و 5. لقينا لونكادرومون ديال هذا، غادي نسجلو هنا، غادي نحتاجو x او كاري بلس y او كاري ما بين 25 و 5. غادي نمسح هذا الشيء وغادي نكتب دونك اولا اي اونا بالنسبه لx بلس y، بالنسبه للمقام راه عندي لونكادرومون ديال قبيله، اي اونا عندي x بلس y بلس y الى عقلتو لونكادرمون اللي كنت لقيت قبيله هو 2 موان 2، دونك هنا كاين واحد الخطا، ما يمكنش دير المقلوب في هذه الحاله هذه، حيت اكس بلس ايكغيك يقدر يكون هو 0، اذا اكس بلس ايكغيك يقدر يكون هو 0، وبالتالي ما يمكنش دير المقلوب. اذا في هذه الحاله هذه بغينا زعما نديرو المقلوب اكس بلس ايكغيك، ومن بعد نضربوها في اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري، ولكن حنا كان عندنا ما بين موان 2 و 2، مشيت تمين مثلا اخر الا كان عندنا ما بين موان 2 و 1، يعني سيبوزيو عندنا ما بين موان 2 و 1، مشيت تمين اخر عطانا ما بين موان 2 و 1 ونكملو الخدمة ديالنا. غنكتبو اي اونا، اما في هاد الحالة الا كان ما بين عدد نيجاتيف وعدد بوزيتيف ميمكنش دير المقلوب دائما. اذا هنا اي اونا دونك اكس بلس ايكغيك ما بين 1 و 2، دونك هادي غير صححت هاد المعلومة ماشي في هاد التمرين هذا، يعني مشيت تمين اخر ونكملو غير التأطير تشوفو كيفاش داير التأطير. اي اونا اكس بلس ايكغيك
صار ما بين واحد وجوج. اذا فاش غدير المقلوب غادي يولي واحد على واحد، غادي تقلبوا الاطراف واحد على جوج وعاد نضربها في هذه اي اكس او كاري بلس واي او كاري ما بين 25 و 5. عاد دابا دير طرف بطرف، دونك اكس او كاري بلس واي او كاري مضروبه في واحد على اكس بلس واي صار ما بين طرف بطرف، واحد في 25 وهنا واحد على جوج في 5، او لا 5 في واحد على جوج، اذا 5 على جوج ويعطينا اكس او كاري بلس واي او كاري سور اكس بلس واي، هنا غادي يعطينا 25. كنتمنى تكونوا فهمتوني هنا، صححت هذا ماشي في هذا التمرين، هذا الشيء اللي درنا اكس بلس واي الاولى راه صحيحه، هذا التعطيل اللي لقينا راه صحيح، الخطا كاين في السؤال، ما خصوش يكون سؤال بحال هكا، ما رديتش البال داكشي علاش درت السؤال بحال هكا. يعني اكس بلس واي غيكون ما بين على نيجاتيف على بوزيتيف، ما يمكنش اونكادري المقلوب دائما، بقاو عاقلين، يعني يقدر يكون زيرو في الوسط، اذا كانت عندك 2 موان 2 يقدر يكون زيرو في الوسط، ما يمكنش دير المقلوب ديال زيرو. الوغ انتهينا من هذا السؤال الاول من ليكزيرسيس 4، دونك كان طويل شي شويه في لونكادرومون، غادي نحاول نقسم هذا ليكزيرسيس 4 على 3 بارتي ولا 2 بارتي. دونك جوسكا مانتنو ميرسي دو فوتر اتونسيون، سالينا هذا التمرين، نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله، و تنطلب منكم تنشروا هذا الشيء وتبارطاجوه مع اصحابكم باش يستافدوا حتى هما، وفي نفس الوقت باش نشجع حتى انا باش نزيد من العطاء ديالي ان شاء الله. ميرسي.